طلعت على نادي المعادي الرياضي عشان أعالج حصان ممغوص. الحمد لله بعد المحاليل والعلاج الحالة مستقرة إلى حد كبير، وبدأنا يعني نفك كده ونضحك والأمور ترجع لوضعها الطبيعي. زي ما انتوا عارفين لما الحصان بيبقى تعبان بيبقى كل الناس متنشنة. وبعدين قابلت الراجل الجميل ده، كان بينزل نشارة خشب عجبتني جدا، وقاعدين أجواء كويسة، لكن أنا بالي مشغول بحد تاني. رحت طبعا للفرس الجميلة الغلبانة المشلولة اللي الفيروس الهيربس اتمكن منها، وعندها شلل نصفي، بنتها هتموت عليها، بنتها عندها 8 أيام. والحقيقة موقف صعب جدا، مفيش تحسن تماما، لا تستجيب للعلاجات، وبالتالي بقت في عداد الأموات. بنتها لسه بترضع ومحتاجين نشوف حل بسرعة لبنتها عشان ننقذها. وفصلنا بنتها عنها زي ما انتوا عارفين المرة اللي فاتت، سامعين الصويت بتاع بنتها قلقانة عليها ازاي، قد ايه بيحسوا. جبنا الام البديلة والحمد لله طلعت حنينة جدا على المهرة، وضمتها ليها والحمد لله ما رفضتهاش. صحيح حالة الأم البديلة مش أحسن حاجة، ولكن إحنا بدأنا نشتغل بالعلاجات، وإن شاء الله هتشوفوها تاني وهي جسمها مليان ومبسوطة. بعد أيام إن شاء الله نصور لكم الحالة تاني، والمهرة الحمد لله عايشة وفايقة وواقفة كويس وصحتها كويسة. صحيح الأم بلدي والمهرة عربي أصيل، ولكن يشكر البلدي اللي أنقذ الأصيل. في نفس المزرعة فرسة تانية لسه قايمة من المرض، أم تانية على وشك الولادة، حامل، بدأت قلقانة، مشمعة، يعني الضرع بدأ يجمع لبن. والحقيقة خلاص الولادة هتحصل. في الخيل الحمل بيكون 11 شهر مش زي الإنسان، وهي فضل لها 10 أيام المفروض. الفرسة ولدت وجابت مهرة جميلة، المهرة دلوقتي عمرها ساعة، والحمد لله اتولدت بصحة كويسة. الأمهار اللي حديثة الولادة بتقدر تقف في خلال ساعة رجليها، وده سبحان الله إعجاز من عند ربنا كبير جدا، إن يبقى لسه جنين ويقوم يقف على رجليه، تاني يوم بترضع والأم حنينة جدا. وشوفوا البوسة والحنان. ودايما في الحياة الجديدة بيكون أمل جديد.